هاي طريقة إنارة الحيط. طبعا دائما لما يكون في عنا حجر من هاد أفضل نعمل وول كريزينج، لأنه الوول ووشينج أو تغطية الجدار بالإنارة بتغطي الإنارة على كل الحيط، ما بتخلق تفاصيل، ما بتظهر هاي التفاصيل الخشنة. طبعا أنا هلا قربت الكاميرا ولا ببين هذا الكونترست، فلما تكون من بعيد بتكون الإنارة متساوية، وهي الطريقة بتكون الأجهزة بعيدة الوول ووشر هاي المربعات وبتنور الحيط بهالطريقة. بينما الطريقة الثانية اللي هي وول كريزينج بتكون قريبة كتير وبتظهر الفروقات وبيكون في عندي تباين أو كونترست، فمنشوف الحجر بطريقة كتير واضحة. الوول كريزر بتكون زاوية الضوء ضيقة وبتكون قريبة، بينما الوول ووشينج أو تغطية الحيط بالإنارة بتكون بعيدة. تغطية الحيط بالإنارة بتكون باستخدام وول ووشر مثل هذا، الإنارة بتكون متجهة باتجاه الحيط، الوول ووشر بيكون بعيد ثلث ارتفاع الحيط، والمسافة بين الوول ووشر والثاني تقريبا مساوية أو أكثر شوي حسب الشركة الصانعة. نحن عنا لحد المتر ونص عن البعد، فإذا كان البعد عن الجدار متر ممكن خلي التباعد بين الأجهزة متر ونص، بينما الوول كريزينج بتكون الأجهزة كتير قريبة هذا الجهاز، وبيكون جهاز اسمه وول كريزر، هذا غير ستريب لايت، هذا الجهاز له زاوية كتير، لأنه ستريب لايت عادة بس بينور القسم العلوي، أما الوول كريزر بينور إلى الأرضية إلى تحت، فبتكون الزاوية تبعه ضيقة وبيكون كتير قريب من الحيط.